أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نخصصها لمناقشة أسباب انتشار الأوبئة في العديد من المحافظات. أعلن في محافظة الحديدة عن تسجيل عشرات الوفيات جراء حمى الضنك والملاريا في مديرية الجراح خلال أقل من شهر واحد. وسجل تقرير أعدته مؤسسة الصحافة الإنسانية في اليمن وفاة 60 شخصا وإصابة أكثر من 7000 حالة بالملاريا وحمى الضنك في مديرية الجراح بالحديدة، غالبيتهم من الأطفال. وأضاف التقرير أن من بين الوفيات 46 طفلا دون سن 12 وتسع وفيات ذكور وخمس إناث خلال أقل من شهر. تعز ولحج هما أيضا شهدتا موجة كبيرة لانتشار العديد من الأوبئة السارية والحميات. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: ما هي أسباب عودة انتشار هذه الأوبئة والأمراض السارية؟ وما هو دور المنظمات والدوائر الرسمية لمواجهة هذه الجائحة؟ اليمن على موعد مجددا مع الأمراض والأوبئة، فقد سجل تقرير أعدته مؤسسة الصحافة الإنسانية في اليمن وفاة 60 شخصا وإصابة أكثر من 7000 حالة بالملاريا وحمى الضنك في مديرية الجراح بالحديدة. بحسب تفاصيل التقرير، فإن من بين الوفيات 46 طفلا وخمس إناث خلال أقل من شهر واحد، محذرا من أن أعداد الوفيات والمصابين في تزايد مستمر. تواجه محافظة الحديدة هذه الأوبئة والأمراض دون أي مكافحات أو إجراءات وقائية. على الجانب الآخر، تعيش محافظة لحج أوضاعا مشابهة لأوضاع الحديدة، غير أن السلطة المحلية هناك تبذل جهودا للحد من توسع هذه الأمراض. فقد بدأ مكتب الصحة والسكان في مديرية طور الباحة بتنفيذ حملة رش ضبابية للقضاء على البعوض. الأمطار التي هطلت الأسبوع الماضي في لحج ساهمت في انتشار أمراض الحميات وتوفير بيئة مثالية لتوالد البعوض الناقل للوباء. وبحسب مدير مكتب الصحة في المديرية، فإن حملة الرش ستستمر لمدة أسبوع، داعيا الأهالي إلى التعاون مع الجهات الرسمية. وبين محافظة الحديدة الواقعة في الشمال ومحافظة لحج الواقعة في الجنوب، تعاني تعز أيضا من هذه الأوبئة والأمراض، حيث نتج عن ذلك وفاة عشرات المواطنين بينهم نساء وأطفال. المستشفيات والمراكز الصحية في المدينة والأرياف أطلقت مناشدات للجهات الحكومية والمنظمات الدولية، إلا أن الدعم الصحي ما زال غائبا حتى الآن. الوفيات الذين بلغت أعدادهم العشرات حتى الآن سيتحولون إلى المئات في وقت قياسي، كلما تأخرت الجهود المحلية والدولية لمحاصرة هذه الأوبئة. إذا نبدأ النقاش مع ضيفي من الحديدة، مدير الترصد الوبائي في الجراح دكتور نبيل قحطان. دكتور نبيل، مساء الخير. مساء النور. دكتور، عشرات الوفيات وآلاف الحالات المشتبهة، برأيك لماذا عاد انتشار الحميات بشكل مخيف في مديرية الحديدة وتحديدا الجراحي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم لإتاحة الفرصة لي بالتحدث والتوضيح لتوضيح للمشاهدين ما تعانيه مديرية الجراحي بشكل خاص وبقية مديرية الحديدة بشكل عام من اجتياح الوضع حمى الضنك. وكما تعلمون نحن الآن بعد موسم الأمطار، فليس غريبا أن يحل علينا أي وباء مثل الذي حل علينا وهو وباء حمى الضنك. وكون مديريتنا من المديريات ذات الدخل المحدود وأيضا لعدم وجود إمكانيات مسبقة بسبب الحصار، مما أدى إلى عدم السيطرة على هذا الوباء قبل انتشاره، حيث بدأ هذا الوباء ينتشر مع بداية الربع الرابع من هذا العام 2019. وبدأ الترصد الوبائي وفريق الاستجابة السريعة بالتسجيل والرفع إلى الجهات ذات الاختصاص بتحليل البيانات واتخاذ القرار والتدخل لعمل المعالجات والسيطرة على الوباء، حيث تم نزول معالي وزير الصحة الأستاذ الدكتور طه متوكل ومحافظ المحافظة الأستاذ محمد عياش قحين ومدير عام مكتب الصحة المحافظة الدكتور عبد الرحمن جار الله إلى مديرية الجراحي والاطلاع على حجم الوباء. ووجه وزير الصحة مكتب الصحة بالمحافظة والمديريات بتشكيل فرق توعوية ورفض المديريات بالأدوية والمحاليل الوريدية والمخبرية ورغم جميع الدرك والمستنقعات المائية التي هي مصدر الوباء.
نعم، لو توضح لنا ما هي أبرز الأوبئة والحميات المنتشرة في الجراحة والحديدة عامة؟ أنتم كما تعلمون أن محافظة الحديدة من المحافظات الحارة، وتنتشر بها معظم الأوبئة مثل الإسهالات، الكوليرا، وحمى الضنك والملاريا، وهذه الأمراض تعتبر أكثر في هذه المحافظة. تحدثت عن جهود تبذلها السلطات الصحية هناك، لكن هل هناك حملات رش ضبابي أو حملات تحصين ضد هذه الفيروسات والأمراض؟ نعم، هناك تدخلات من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف ومكتب الصحة بالمحافظة، وذلك برفض المديرية بفرق طبية من المحافظات المجاورة مثل صنعاء ودمار وريمة. ما الذي قامت به هذه الفرق الطبية على الأرض؟ أنا تم توجيههم من قبل وزير الصحة الأستاذ الدكتور فهد متوكل، هو الذي وجه مدراء مكاتب الصحة بالمحافظات برد المديرية الجراحي بفرق طبية مع الأدوية، وأيضا طيب. تفضل. وجه وزارة الصحة بعمل رش أثر باقي لجميع المنازل والقرى في مديرية الجراحي. طيب هل تعتقد انتهت أمس؟ طيب الأمراض ما زالت تنتشر، هل تعتقد أن السلطات قادرة على أن تسيطر وأن تتحكم في انتشار هذه الأوبئة؟ الآن نحن في صدد أو في طريق السيطرة على، لم نستطع السيطرة على هذا الوباء، لكن نحن في طريق السيطرة على هذا الوباء. الأرقام تقول عكس ذلك سيد دكتور نبيل، الأرقام تقول عكس ذلك. أنا مسؤول على كلامي، كل ما أقوله فهو مسؤول على مسؤوليتي، فعدد الحالات بدأت انخفاض مقارنة بالأسابيع الماضية، حيث ظهرت في الأسبوع الماضي عدد الحالات تقريبا إلى 1453 حالة في الأسبوع الماضي، يعني الأسبوع 46، وفي هذا الأسبوع 47 انخفضت الحالات إلى 605 حالة. طيب دكتور نبيل، نعم تفضل. وهذا يعتبر مؤشر جيد في طريق السيطرة على هذا الوباء. نتمنى ذلك. دكتور نبيل قحطان، كنت معي من الحديدة، مدير الترصد الوبائي في الجراحي، أشكرك جزيل الشكر. ينضم إلينا من تعز أيضا وليد الوتيري، المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية للتنمية الصحية. سيد وليد مساء الخير. مساء النور أختي الكريمة، أحييكم وأحيي جميع العاملين في قناة بلقيس ومشاهديكم الكرام. شكرا لك. سيد وليد، بداية، ما هي أهم الأوبئة التي انتشرت في المحافظة وسجلتها منظمتكم؟ الوضع الصحي في تعز يعني كغيره من محافظات الجمهورية نتيجة الحرب والصراع الدائرة منذ سنوات، عادت كثير من الأمراض التي كانت قد اختفت من اليمن نتيجة عدة أسباب طالما شرحناها على معظم وسائل الإعلام، ومن أهم هذه الجائحات التي اجتاحت محافظة تعز وباء الكوليرا منذ أبريل 2017، وحاليا مدينة تعز تعاني من انتشار حمى موسمية بالإضافة إلى حمى الضنك، وحاليا هناك ارتفاع في عدد الحالات المشتبه اصابتها بالدفتيريا، واليوم يعني هناك تقارير احصائيات تنشر ان العشرات الحالات ظهرت لوباء الدفتيريا في مديرية موزع وغيرها من المديريات، اضف الى ذلك ان مديريه المظفر ومديريه المقبنه كانت خلال بدايه عام 2019 هناك الكثير من حالات الدفتيريا، والتي هي من الامراض الخطيره والقاتله. سيد وليد، الواقع يقول ان لم يشهد اي تحرك من المنظمات الدوليه لمواجهه تفشي هذه الاوبئه، برايك لماذا؟
هناك يا أخي الكريمة نتيجة استمرار الحرب والصراع تزداد المعاناة، وكل يوم يمر تزداد فيه معاناة أبناء المجتمع اليمني، وتزداد فيه انتشار الأمراض والأوبئة كأحد مخرجات هذه الحرب الظالمة. المنظمات الدولية تبذل جهود لا تخفى على أحد، ونحن دائما نقول أنهم لولا الجهود التي تبذل من قبل المنظمات الدولية، خصوصا منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونيسف والمنظمات العاملة في القطاع الصحي، لكان الوضع متدهور في أسوأ حالاته. لكن هذه الجهود لا تستطيع أن تحتوي كل الكوارث والأوبئة التي تنتشر وتجتاح، ومحافظات الجمهورية تباعا، خصوصا محافظة تعز التي تعد من أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان. أضف إلى ذلك أنه القطاع الصحي في اليمن متدهور منذ ما قبل الحرب، وجاءت هذه الحرب لتزيد الأوضاع أكثر سوءا واستياء. هناك الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية، تجد هناك صعوبات في التدخلات نتيجة الحصار المفروض على المطارات والمواني وإلى آخر. أيضا هناك يعني ضعف في تقييم الاحتياجات، ضعف في تقييم الاحتياجات نتيجة عدم وجود تنسيق كامل بين السلطات المحلية في المحافظات وبين هذه المنظمات لتقديم التدخلات المناسبة في الوقت المناسب. وهذا ناتج عن سوء في إدارة المؤسسات الصحية في معظم محافظات اليمن. فالكثير من الأمراض تنتشر فجأة دون أن يكون هناك ترصد وإنذار مسبق، مما يتسبب في انتشاره بشكل واسع بين أفراد المجتمع. أضف إلى ذلك لا توجد غرف عمليات جاهزة ويعني تكون جاهزة ومتوفر لديها كل الإمكانات للتدخل في الوقت المناسب للسيطرة على أي جائحة، سواء كانت كوليرا أو حمى الضنك أو دفتيريا أو غيرها من الأمراض التي انتشرت في الآونة الأخيرة. سيد وليد أرجو أن تبقى معي. ينضم إلينا من تعز أيضا نائب مدير دائرة الإعلام والتثقيف الصحي تيسير السامعي. سيد تيسير مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا، حياكم الله. سيد تيسير، نريد منك صورة واضحة عن الوضع الصحي في تعز. طبعا الوضع الصحي كما يبدو ربما الاخ وليد قد ذكر لكم يعني بعض الجوانب، هو من الناس العارفين بالوضع الصحي في تعز. الوضع يعني نحن الان نمر بجائحه، هناك جائحه لانتشار الحميات والبائدات في مدينه تعز. هذه الجائحه يعني جاءت نتاج طبيعي للحرب المفروضه على المدينه والحصار المفروض على المدينه. ايضا جاءت نتيجه ايضا لانهيار المنظومه الصحيه وانهيار ايضا للوضع الصحي نتيجه الحرب. لكن الحمد لله هناك جهود تبذل من قبل مكتب الصحه والسكان لمواجهه هذه الوضعيات والحميات، والحمد لله الان جهود كبيره بذلت خلال الفتره الماضيه وما زالت حتى الان هذه الجهود تبذل. يعني الان نحن نستبنى عمليه الرشه الضبابي ونتيجه الجوله الاولى، وان شاء الله خلال غدا او بعد غد ستنطلق الجوله الثانيه لعمليه سوف يتم رش المدينه بالكامل، كل احياء المدينتين، اضافه الى حملات التوعيه والتثقيف واجراءات الابواب. لدينا ايضا فرق توعويه تنزل الى المنازل لتوعيه الناس وبكيفيه الوقايه من الحميات، اضافه الى ايضا يعني اجاره البؤر، وهذا شيء مهم جدا لانه اهم شيء في عمليه التوعيه هي اجاره البؤر التي هي اساسا سبب في تكاثر البعوض الذي هو ناقل للوباء. الحمد لله يعني الامور طيبه وان شاء الله الجهود كثيره، رغم ان الامكانيات شحيحه جدا، الامكانيات قد تكون من عندنا، لكن بالاراده والعزيمه لدى قياده مكتب الصحه والسكان وايضا للعاملين في القطاع الصحي، اضافه الى التعاون الكبير من قبل ابناء تعز، هناك حاله من التكاتف والتعاضد والتآزر بين ابناء تعز لمواجهه هذا الوباء، والحمد لله منظمه المجتمع المدني تشتغل معنا وتبذل جهود كبيره، اضافه
الى تعاون المواطنين ايضا، وهذا هو العامل الاساسي. سوف نستطيع ان احنا نواجه هذا الوباء وسننتصر عليه ان شاء الله، وستخرج تعين ان شاء الله مدينه بلا وباء في القريب العاجل ان شاء الله. نعم سيد تيسير، وليد الوتيري قبل قليل قال بأن الخلل في النظام الصحي أو الذي أدى إلى تدهور شديد في الوضع الصحي كان هو سوء إدارة المؤسسات الصحية، ما تعليقك؟ عن طبيعي هذا، لانه ان الادارات الصحيه طبعا هي كانت تعاني من مشكله قبل الحرب، يعني الوضع الصحي في البلاد لم يكن وضعا مثاليا، كان يقدم الحد الادنى من الخدمات للاسف الشديد، لم يكن يعني بالصوره المطلوبه، عندما بدات الحرب ادت الى يعني زاد الطين بله او زاد الامر سوءا. هنا في مدينه تعز طبعا في 2015 و2016 انهارت المؤسسات الصحيه بشكل كامل ووصلت الى مرحله انهيار التام، لكن الحمد لله بفضل الجهود التي بذلت من قبل قياده مكتب الصحه والسكان الذي بذلت جهود كبيره تمكنت ايضا من اعاده الوضع الصحي من تحت الصفر، والان صار الوضع افضل مما عليه. نحن لا نقول ان الوضع صار مثاليا وان الوضع سار بالشوره الطيبه، لكن الوضع اصبح في 2019 افضل من 2018 و2018 افضل من 2017، يعني هناك تحسن ملحوظ باداء الخدمات الصحيه خلال هذا العام عن العام الماضي. طبعا هناك كان جهود بذلت منذ بدايه 2019 لمواجهه حمى الضنك اللي زاد وضعها والحميات بشكل عام، هناك حملات انطلقت في بدايه العام، كان هناك حمله انطلقت في شهر مايو وحمله ايضا في شهر يوليو وايضا حمله في شهر ديسمبر، هذه الحملات استطاعت ان تخفض نسبه الاصابه عن الاعوام الماضيه عن الاعوام الماضيه بنسبه 80%. كان نرى ان ننظر هذا العام ان حمى الضنك تراجعت بشكل كبير، لكن في شهر نوفمبر الوضع حدث في انتكاسه وفجاه لاحظنا ايضا ارتفاع الحالات بشكل مفاجئ، وهذا كان نتيجه توقف الحملات، لو ان الدعم استمر واستطاعت الحملات ان تستمر ربما كان الوضع افضل بكثير، لكن كما قلت لك الامكانيات صحيحه والوضع ونحن نعمل بظروف يعني صعبه للغايه، لكن الاراده والعزيمه لدى قياده مكتب الصحه والسكان واعضاء القطاع الصحي وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمواطنين بشكل عام، ان شاء الله يعني الامور ان شاء الله ستتحسن وسنرى الامور كل يوم في تحسن مستمر. نحن لا ننظر الى الامور بنظره سوداويه، لكننا ننظر الى الواقع نظره الامل، ونقول اننا سننتصر على ما تعانيه تعز، وان شاء الله سنستطيع القضاء على هذا الوباء، وسنلاحظ خلال الايام القادمه تحسن كبير ان شاء الله. نتمنى ذلك ايضا. ارجو ان تبقى معي سيد تيسير. سيد وليد، لو تسمعني، هناك تقديرات تتحدث عن وفاه 60 شخص فقط في جنوبية الحديده، من خلال متابعتك هل ترى ان تلك الارقام المعلنه دقيقه او ان الارقام اكثر؟ والله يا اختي الكريمه، ما يتم نتيجه عدم توفر المرافق الصحيه والمراكز الصحيه بشكل واسع والبعض منها مغلق، وهناك قرى نائية لا يستطيع السكان الوصول إلى أي نوع من أنواع الخدمات الصحية، ما يتم نشره من إحصائيات أو من أرقام لا يعبر بالحقيقة عن الواقع، الواقع بعيد مطلقا عن تلك الأرقام. أنا لا أخوف من ولا أحاول أن أهول، لكن المشكلة الأساسية هو أن سنوات الحرب الطويلة هذه أدت إلى الكثير من المآسي، أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي الذي انعكس سلبا على يعني حياة الناس على مستوى التغذية لدى الناس، وهذا سبب أنه يكون لديهم قابلية للمرابة بشكل أكبر. أضف إلى ذلك الحالة النفسية التي يعيشها المواطن اليمني سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله أو في المناطق الخاضعة للشرعية. الحالة النفسية وعدم وضوح يعني الاستقرار النفسي هذا عامل أيضا من عوامل أنه يحصل انتكاسة في المناعة. الاستمرار الحرب مأساة وكارثة، ويجب على هذه الحرب أن تتوقف، لأننا ملينا وسئمنا من هذه الحرب هذا. ولكن ما اعود الى سؤالك، انه الارقام التي تنشر لا تعبر بالحقيقه عن الواقع ابدا،
وذكرت لك الاسباب، انه في كثير من المناطق لا توجد فيها وحده صحيه ولا توجد فيها مراكز صحيه ولا تتوفر فيها، وهناك مراكز صحيه لا تتوفر فيها ادنى مستوى من الخدمات. على سبيل المثال، نحن هنا في محافظه سهل 4 مستشفيات كبيره تفتقر لابسط الامكانيات لتقديم خدمات طبيه مناسبه للمواطنين نتيجة شحة الإمكانيات، عدم وجود الدعم الكافي من السلطات العليا، عدم قيام التحالف وهو المسؤول الأول عن أبناء الشعب اليمني خلال هذه الفترة بواجباته الرئيسية أو الأساسية والمطلوبة لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي عانى الويلات من مرارة الحروب والصراعات منذ فترة طويلة. طيب كنت تتكلم عن المواطنين في مناطق الشرعية والمواطنين في مناطق ميليشيا الحوثي، أنا أسألك بالنسبة للمرضى في المناطق الواقعة على خطوط الاشتباكات، هل تصل إليهم المساعدات الطبية أو ما الخدمات التي تقدم لهم؟ والله أختي العزيزة، إذا كانت المناطق البعيدة عن جبهات يعني تكاد تنعدم فيها أبسط مقومات الخدمات الطبية إلا ما كان بشكل نادر نتيجة تدخلات المنظمات الدولية ها هنا أو هناك، أو نتيجة الدعم الذي يقدم بشكل بسيط ولا يكفي. الدعم المرصود للقطاع الصحي ضئيل جدا ولا يرتقي لأن يكون أو يلبي احتياجات المواطن اليمني خلال هذه الفترة. هذه الفترة عصيبة. اليمن كأي دولة من دول العالم التي تنتشر فيها الحروب لابد أن يكون يحصل فيها انهيار المنظومات الصحية، انتشار للأمراض، انتشار للأوبئة، وهذا نتيجة الانعكاس السلبي للآثار الحرب والمآسي التي تحدث أثناء الحرب. ولذلك فإن الناس أو المواطنين أو من المجتمع الذين في المناطق الصراع الرئيسية يستقرون بشكل كبير لمقومات الخدمات الصحية أو الخدمات الأساسية، إلا ما فيما ندر، وهذا كما أشرنا إلى أنه العديد من المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية، منظمة اليونيسف، منظمة أطباء بلا حدود يقومون بالإضافة إلى شركائهم من المنظمات المجتمع المدني العاملين في هذا المجال، مجال القطاع الصحي، يقدموا تدخلات نوعا ما، لا وهذه التدخلات بحسب رأي شخص لا تفي باحتياجات المواطن اليمني الذي كل يوم يمر من خلال هذه الحرب تزداد فاتورة المعاناة التي يقدمها نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور، انعدام الخدمات، انعدام الامن، انعدام المقومات الاساسيه، انهارت معززات الصحه وهو الاهم. هناك العديد من المؤسسات التي تعتبر هي الرافد الاساسي للقطاع الصحي، يعني الان هناك حمله شرسه على الاخوه الزملاء في مكتب الصحه والسكان في محافظه تعز، بينما يتناسى الكثيرون الدور الايجابي الذي يمكن ان تلعبه. بقية المؤسسات التي إلى الآن لا تقوم بدورها على أكمل وجه، على سبيل المثال صندوق النظافة والتحسين، القمامة تكدس لأيام، عمال النظافة يمر عليهم أشهر لا يتقاضون أجورهم رغم أن أجورهم بالأجر اليومي. أيضا هنا مؤسسة المياه والصرف الصحي هنا لا تقوم بدورها على أكمل وجه، ولا يوجد لدى هذه المؤسسات، أو يعني أنا لا ألوم القائمين عليها، لا ألوم على القائمين عليها ولا ألوم السلطات المحلية في أي محافظة من محافظات الجمهورية. هناك شحة في الإمكانيات تجعل من عمل هذه المؤسسات شبه مستحيل. أيضا شحة في الإمكانيات وما يقدم قلت لا يكفي، لكن سيد وليد هناك أرقام مهولة حول المساعدات الطبية في اليمن، كيف تفسر ذلك؟ ما الذي يحدث؟ أختي العزيزة أختي العزيزة، كما ذكرت لك كل يوم يمر فاتورة المعاناة تزداد، انتشار الأوبئة تزداد، ظهور أمراض جديدة في انتشار مستمر. بدأنا في 2017 بجائحة الكوليرا، وهذا استغرق من الجهات الحكومية ومن المنظمات الدولية ومن العاملين
الجهد الجهيد. ومن بعدها ظهرت جائحات أخرى، وباء الدفتيريا أودى بحياة العشرات في محافظة إب، في محافظة تعز، في محافظة الحديدة، في محافظة دمار وصنعاء أيضا. هناك يعني مأساة تخلق كل يوم أيضا. نعم، وصلت فكرتك سيد وليد الوتيري المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية للتنمية الصحية من تعز، كنت معي، أشكرك جزيل الشكر وأعتذر عن مقاطعتك، لكن نعود لسيد تيسير السامعي. سيد تيسير، لو ما زلت تسمعني، كيف تقيم دور الجهات الرسمية؟ سيد تيسير لو كنت تسمعني، تحدثت عن حملات رش وخفض عدد الأمراض. نعم، وما إلى ذلك، تفضل. تمام، طبعا بالنسبه لي، انت تسالين عن دور الجهات الرسميه، نحن نقول الان في الجهات الرسميه لا نستطيع ان نقيمها لانها تعمل في ظروف صعبه للغايه جدا. انا اقول بانه لابد ان يكون الدور تكاملي، لابد كل جهه ان تقوم بدورها، يعني لا يمكن ان احنا نحمل مكتب الصحه والسكان المسؤوليه دون اعفاء بقيه الجهات، هناك جهات ايضا لها صله بهذا الانتشار الوبائي داخل المدينه. لابد انه كما ذكرنا، لكن انا اعتقد انه الادارات الاخرى ايضا تقوم بدور، لكنها في ظل او في اوضاع ماديه شحيحه جدا، يعني نحن لا نستطيع ان نقيمها او ننقب اللائمة عليها في هذا الوضع نظرا لما تعانيه من شحه الامكانيات. لكن نحن اليوم نقول اننا لابد ان نعمل، يعني انا هنا اعول على المواطن هو حجر الزاويه في اي تغيير. المواطن لابد ان يكون لديه روح المبادره، ولابد ان يبادر الى تغيير السلوك، الى يعني تغيير بعض السلوكيات الخاطئه التي هي اساسا سببا في انتشار هذه الوبائيات. أنا أدعو المواطن لابد أن يكون لديه روح المسؤولية، يشعر روح المسؤولية ويتحرك، لأنه إذا لم يكن هناك تعاون المواطن بحاجة لتوعية. سيد تيسير، المواطن بحاجة لتوعية، هل تقومون بتوعية كافية للمواطنين؟ أيضا هي ولادة بالخير. سيد تيسير، قبل تحميل المواطنين فوق طاقتهم، المواطن يحتاج توعية، هل تقومون بحملات توعية كافية لهم؟ أنا لا أحمل المواطن فوق طاقته، أنا أريد من المواطن أن يكون لديه روح المبادرة وروح المسؤولية. نحن نقوم بحملات توعوية والفرق الميدانية تنزل إلى أحياء المدينة وتقوم بعمل توعية، إضافة إلى أن أيضا منظمات المجتمع المدني أيضا تقوم بدور كبير، ولدينا أعداد كبيرة من المتطوعات المدينة المنتشرات في كل أحياء المدينة الذي عملنا على توعية الناس. يعني هناك جهود تبذل، جهود لا يستطيع أحد إنكارها، لكن أيضا نحن نعول على المواطن، المواطن لابد أن يكون لديه روح المسؤولية، شعار المسؤولية، لابد أن يكون هناك تغير للسلوك، السلوك الخاطئ الذي يمارس من البعض لابد ان يتغير الى سلوك ايجابي. نعم، نرى المواطن ايضا يهتم. انا اقول ان اي جهد، سواء كان من مكتب الصحه والسكان، سواء كان منظمه المجتمع المدني، سواء كان حتى من السلطه المدنيه، لا يمكن ان يحقق نجاح ما لم يكن هناك روح المبادره والتعاون من المواطن نفسه. المواطن هو حجر الزاويه في كل تغيير، التغيير لابد يبدا من الفرد. فكرتك وصلت سيد تيسير السامعي، اضطر لمقاطعتك ايضا، فكرتك وصلت. تيسير السامعي نائب مدير دائرة الإعلام والتثقيف الصحي، كنت معي من تعز، اشكرك جزيل الشكر سيد تيسير السامعي، واعتذر للمقاطعة لضيق الوقت. اذا مشاهدينا نكتفي بهذا القدر، شكرا لحسن متابعتكم، هذه تحياتي وتحيات معد الحلقة ماهر ابو المجد وكل الطاقم، الى اللقاء.